الثقافة العربية لازم نشدد على وحدتها، لأنه السوق الثقافية العربية موحدة. الكتاب اللي بينطبع ببيروت بين عرب المغرب، والفيلم اللي بينعمل بمصر بيشوفوا العراقية، والموسيقى اللي بتطلع من أي بلد عربي بيستمع لكل مواطن عربي. نحن بنعطيهم تمويل مادي، كما كمان أيضا مساعدة مهنية لحتى نساعدهم بمشاريعهم الفنية، وكمان نساعدهم يتواصلوا مع بعض المنتجين والمخرجين والموزعين بالعالم العربي وبرات العالم العربي. المنح تعطى من قبل لجان تحكيم، الجودة هو المعيار الأول بتقييم الأعمال. إحنا في كل عام عنا على الأقل 25 محكم جديد من المنطقة العربية بيقرروا مين اللي رح ياخذ المنح بكل دورة. المصدر الأول للضغط على الإبداع هو الدول والحكومات ومراكز السلطة. أظن المؤسسة الوحيدة اللي بتطلب عدم الرقابة على الأعمال الفنية على نفسها أو الفنانين على نفسهم. عمل أفق هو دعم استراتيجي لمجتمعات عم بتحاول أن تخرج من سنوات من الظلمة، من سنوات من المعاناة، وبالتالي مش ممكن نقدر نتخيل مستقبل لهيدي المنطقة بدون ما يكون القطاع الثقافي والفني هو من أساس الأمور اللي عم تندعم. السلام عليكم. روج مبازاز. اسمي أحمد عبدالله السيد. وليد بغداد. أبو كنتو جورناليست. أبو كنتو جورناليست.